عشان الناس تصدق الكلام ده. الصورة اللي جاية، أنا كنت في تايوان من كام سنة، كانت تايوان عاملة مؤتمر عالمي دولي عايزة تشوف هل سيصل الإرهاب الإسلامي المتطرف إلى تايوان ولا لأ، وجابوا خبرة من كذا دولة. خلاص حضرنا المؤتمر أول يوم يا حمدي، تاني يوم خدونا فين؟ مصنع في تايوان تابع البحرية الأمريكية، بيصنع الزوارق للبحرية الأمريكية، زوارق التوربيد، زوارق الصواريخ، زوارق البر مائية، المرور، سبع أنواع. قعدنا مدير المصنع بيدينا البرزنتيشن، بيقدم المصنع. المصنع سنة 60 جوين فينشر مع أمريكا، أمريكا اللي هي ملكاه. قعدنا نصنع سنة 60، 67 وقفنا سنة. ليه؟ ده بيحكي لنا كلنا، أصل المصريين دمروا المدمرة إيلات باتنين لانش صواريخ، ودي أول مرة في التاريخ. قعدنا سنة ندرس المصريين عملوا إيه عشان نطور اللانشات بتاعتنا. دي بقى خبرة عسكرية ولا لا؟ طبعا. موجودة عند حد؟ لا. طيب. اللوحة التانية، اللوحة التانية حائط الصواريخ. إحنا غيرنا، الله يرحمه مشير محمد علي فهم، إحنا غيرنا الفكر العسكري في العالم يا حمدي. ليه؟ إسرائيل في 73 هي أقوى مننا في القوات الجوية، متفوقة. عملنا إيه بقى؟ الفريق محمد علي فهم الله يرحمه، راح عمل حائط الصواريخ، فبالتالي رغم إنها إسرائيل متفوقة لكن مناعها تدخل. وطلع بند جديد في العالم اسمه تحييد القوات الجوية المعادية، يعني إيه أقوى مني؟ لكن أنا حيدتها بره. فهمتني؟ فادي خبرة عسكرية. صح. الكلام ده عنده حد تاني غيرنا؟ لا لا لا. مفيش. فعشان كده وتجارب بالدم. بالظبط. آخر حاجة اتقيمنا عليها الفترة اللي فاتت، وهو إن إحنا طلعنا قمر صناعي عسكري. والكلام ده موجود على الإنترنت برضه، عشان أنا طبعًا عارفه من زمان. لكن الإنترنت هتلاقي. إيه القمر الصناعي العسكري للاتصالات؟ النهاردة مصر أي اتصالات تطلع ساتلايت فوق وتنزل، لا تشويش ولا تصنت ولا لان هم الثلاث دول في العالم اللي بتخش على الفضاء، اللي هي امريكا وروسيا والصين. فانت النهارده انت مواصلاتك مامنه، بتصور المواقع هنا والدول دي هنا، بتجيب لك معلومات فوريه بهذا القمر الصناعي. دكتور سمير فرج، انت سيادتك استعرضت دلوقتي قوه الجيش المصري، ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى دور القوات المسلحه في مكافحه الارهاب. لكن عندما استعرضت قوه الجيش المصري وكانك تشرح للمصريين الرد على السؤال اللي سألت في أول حلقة، لماذا جيش مصري قوي؟ هل تجمل هذه الصورة؟ بص يا حمدي، صدقني البقاء النهاردة في العالم للأقوى والأقوى، ويجب ألا تعتمد على حد. وأنا مش عايز أجيب يعني أمثلة حوالينا في المنطقة. النهاردة اللي هيحميك جيشك،